قامت القوات المسلحة زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية، وذلك في إطار مسؤولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة ودورهم الهام في بناء المستقبل. أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات. تتخيلك عملت هنا فسحة لذيذة وحاجات، شفنا الساقة وشفنا كل حاجة، وتحية مصر تحية مصر. احنا قعدت مبسوطة جدا، بحبك يا أساسي قوي قوي. الزيارة طبعا هو يوم حلو وانا بسطت جدا، وانا النهاردة لما شفت الرجالة الوحوش دول يعني ما شاء الله، يعني لا ده بجد انا بحييهم. اشكرك يا سيادة الرئيس، رأيي ان هي كانت زيارة جميلة قوي وهما بيهتموا بينا. بقوله شكرا يا سيادة الرئيس. الرجالة دول من غير الرجالة دول احنا ولا حاجة. ده انا بشكر وزير الدفاع وانا وريت القرار تاني وتالت، ودي يعني حاجة يعني دي حاجة بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، يعني ان انا ازور كلية حربية وصور مع الرجالة دي كلها. مبسوطة قوي، جميلة جدا ومبسوط بيها، دايما تكرر كتير. بحبكوا قوي، تحية مصر. احنا جينا هنا واستمتعنا وكلنا الصراحة، يعني انا مرة اجي مكان واستمتع بالاستمتاع اللي انا مستمتع بيه دلوقتي.
كان يوم حلو قوي 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 قوي. وشكرا يا رايس، شكرا على الحاجات اللي انت عملته لنا قوي، شكرا قوي. لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش ما تكفيش، شكرا ما تكفيش شكرا. حاجه نفسيا بيروحوا نفسيا مرتاحين، والعيا ده بينسوه، كل اللي بنقضيه هنا بينسى ده كل اللي احنا بنشوفه. بس الحمد لله ولادنا هم راجعين بتبقى السعاده باينه في عينيهم من غير ما يتكلموا، فدي حاجه بتسعدنا طبعا كلنا. صراحه حاجه جميله جدا، احنا مبسوطين قوي ان احنا جينا الكليه الحربيه، وخصوصا الاطفال ذو الهمم يعني بيحبين الموضوع قوي ونفسهم يشوفوا يعني اخواتهم بيعملوا ايه، فيعني مبسوطين ان احنا بنشكرهم جدا يعني. الزيارة جميلة قوي، اتبسطنا من أول ما دخلنا، طبعا ترحيب جامد من جيش بلدنا العظيم، احنا متعودنا على كده من السنة اللي فاتت برضو كنا موجودين، كانت زيارة حلوة جدا جدا. خير أجناد الأرض، ربنا يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم ويحفظ الرئيس السيسي، الله يحفظه ويحميه. يعني أنا أصلا يعني أنا عندي إعاقتين، عندي محمود ضعيف بصر وعندي مؤمن متلازمة الدم، فالاثنين بصراحة يعني الاثنين في قمة السعادة النهاردة، يعني يعتبروا انطلقوا انطلاقة جديدة أول مرة يجربوها.